مرحبا بكم، يا أهلا وسهلا فيكم. يا ريت تحدثنا عن أبرز استعدادات المنتخب العماني وعدد المشاركين في النسخة الثانية من دورة غرب آسيا هذا العام المقامة في عمان، وأبرز تجهيزاتكم وطموحاتكم إن شاء الله خلال هذه الدورة. الحمد لله. في البداية طبعا تقدم بالشكر للجنة البارالمبية الأردنية على استضافتها الدورة الثانية لألعاب غرب آسيا، وطبعا هذا يعتبر نجاح كبير للمنطقة من حيث النهوض باللعبة. أما بخصوص المنتخب العماني، الحمد لله لهذا السنة جهزنا للبطولة وبنشارك بثلاث فرق في كرة السلة على الكراسي المتحركة وكرة الهدف وألعاب القوة. منتخبنا يتشكل لأكبر وفد في تاريخ السلطنة، حوالي 45 شخص من الجهاز الفني والإداري واللاعبين. وطبعا نأمل كثير لمنتخب ألعاب القوى لتحقيق الإنجازات والمشاركة، بالإضافة أنه استعداداتنا كان لفريق كرة سلة، جلس حوالي أسبوع هنا في الأردن عسكر ولعب مباريات ودية، وكان هذا شيء إيجابي للاستعداد للبطولة. الفرق الثانية اللي هي ألعاب القوى كانوا في تونس لمدة أسبوعين، أجروا فيها الكثير من التدريبات مع المنتخب التونسي، وأيضا منتخب كرة الهدف عسكر في عمان وجاي هنا إن شاء الله يشارك مع المجموعة. فنتأمل إن شاء الله تكون بطولة فيها مفاجآت كثيرة، فيها التنافس الشريف، فيها إبراز للمواهب الموجودة في منطقة غرب آسيا. كل الشكر دكتور، وكل التوفيق للمنتخب العماني ولكم في إدارة المنتخب. شكرا جزيلا، ونتمنى التوفيق للجميع.